هاي مشاهدينا، بعدنا مع طرازات الكيو اكس بشركه انفينيتي. انفينيتي بلبنان يعني اكيد ريمكو، رسمني يونس موتور كومباني وكيلة نيسان انفينيتي وجي ام سي. ومعنا كمان مسز زينب شاره بحلقه جديده. هاي زينب. هاي. كيو اكس 60 سياره عاليه بامتياز، رح نتعرف عليها اليوم باوتو فوكس. شو بتخبرينا عنها بدايه بالسيجمنت تبعها؟ انه من ضمن استراتيجي كمان تبع انفينيتي لتغيير اسامي الموديل، عم نشوف جي اكس 35 باسم جديد هو الكيو اكس 60. نعم، وهالاسم يعني بعد مش كثير معودين عليه، بنعرف احنا الاف اكس اكثر، صرنا هلا مع الكيو اكس، بس صار في عندنا طرازين من الكيو اكس. كنا شفنا الكيو اكس 70، عم نشوف هلا الكيو اكس 60. كيو اكس 60 هي سياره عائليه، نعم، 7 سيتر، عندنا كل مميزات الراحه والسبيسيفيكيشن اللكجري اللي بقلبها، بس بنفس الوقت عم نحط فيها عالم اكثر، عم نقدر نستعملها كعائله اكبر. السياره 7 كراسي 7 سيتر، وبدنا نقول للمشاهدين انه السياره هيدي بلوك لاول مره عم نشوفه 2014، وهو هي طراز بال 2013. اوكي، بس وبالتسميه الجديده اول مره بال 2014، يعني طراز جديد فينا نقول اليوم عم نشوفه باوتو فوكس. وعم تشوف كمان الناحيه الخلفيه من هالسياره الكبيره، وكمان الرير كاميرا مثل العاده مع كمان سنسرات. عندنا 4 كاميرات مثل ما تعودنا بانفينيتي. نعم. كمان سنسورز قدام وورا جونت 20، كمان تفتح وبتدور بدون الريموت كنترول، كيلس انتري سيستم. عم تشوف كمان مره جديده الكرامي اللي داخل، مزبوط، بانفينيتي دائما عم بشددوا عليه، وكثير حلو حلو كثير على كل حال على لوك السياره، على الابواب، على الماسكات الابواب. وكمان الحلو هون قبل ما تفوت على الداخل هالضوء اللي بيظهر على مسكه السياره، مجرد ما ندور السياره، مجرد ما نفتح السياره بنشوف اكيد هال اللايت الخفيف اللي بخلينا نشوف وين مسكت السياره بالليل. من جوا مثل ما تعودنا جار فولي لودد، فرش الجلد، كمان عنا الكالر سكرين فولي تاتش، نعم، البلوتوث، النافيجيشن، الايبود كونكتر، عنا تسخين وفنتيليشن بالكراسي، كراسي كهرباء مع ميموار. وهون عم نشوف زياده بالجي اكس، اثنين مميزات ما كنا نشوفهم قبل بانفينيتي، اللي هن الدي في دي سكرينز بال من ورا. رح نحاول ناخذهم كمان بكاميرا الزميل شادي بالريل سيتس، وكمان البانوراميك روف، بانوراميك سان روف. والحلو فيها كمان انا كنت عم سوقها من شوي، المقود او الفولون تبعها صغير، يعني كمان بطريقه رياضيه فينا نسوق هالسياره. من الناحيه الخلفيه مثل ما رح نشوف كمان الدي في دي سيستم على الميلتين، على الشمال وعلى اليمين بالريل سيتس. بيجي معهم كمان وايرلس هيدفونز، كمان وايرلس هيدفونز طبعا نزعج بقيه الباسنجر بالسياره. واللي بيميز جي اكس او هلا صار اسمها كيو اكس 60 عن غيرها من السفن سيتر جورج، نعم، هو انه فينا نحط كار سيت على السكند رو، وبنفس الوقت يضل الباساج ممكن على ثالث رو من السياره. يعني درسينا مظبوط اليابانيين اكيد، خصوصا للعائلات، وحتى اذا شخص لحاله عم بيسوقها بحس بالباور، بحس بالدايناميك تبع السياره، كثير حلو سوقتها كمان. ودائما دائما ندعي كل الكاستمرز والمشاهدين يجوا يجربوا طرازات انفينيتي وهن رح يحكموا. بمحرك اليوم 3.5 لتر معنا الكيو اكس 60، قد ايه كم حصان بيولد؟ هيدا 6 سلندر 265 حصان، مور ذان انف باور، اكثر من اللزوم حتى نسوق براحه ونقدر نتمتع بسواقه السياره. الاقبال على هالسياره كيف لهلا مع تسميتها الجديده كيو اكس 60؟ كيو اكس 60 بلشنا معها بال 2013 كسياره عائليه، لقيت يعني رواج كثير كبير عند عند الزبونات، لانه بتلاقيها انه فيها كل المميزات اللي بنطلبها بالاضافه لل 7 سيتس اللي بتساع كل العائله. زبون انفينيتي عم بيكون لويال بريمكو؟ اكثر من لويال، زبونتنا كلنا يعني اصدقائنا، ودائما نحن بنحب نحافظ على هالعلاقه. انا بحط الموديل السابق بجيب الموديل الجديد على طول، واللي بيجرب انفينيتي عاده كثير كثير بحبه. سعرها للكيو اكس 60 مع الباكج 2014 2014 اكيد اللي معنا 70900
مع التي في مع التي في هذا سعر 2014 وبنحب نقول انه عاملين فيري سبيشال اوفرز كمان على 2013 ما قالوا غير يزورونا ويعرفوا شو السعر. في كمان وارنتي على السياره على السيارة 4 سنوات وارنتي 4 سنوات اول 3 سنوات على كامل السياره سنة رابعة على الانجن والترانسميشن وكمان فري سيرفيس لمده 3 سنين. ثانك يو على كل هالمعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم واكيد بدنا نذكر المشاهدين wheelers.com.lb هالويب سايت اللي عم تشوفوا فيه كل سيارات اوتوفوكس وللمزيد من السبيكس عنهم اكثر من اسعارهم ما لكم الا تزوروا هالموقع هيدا. يلا بكم.